السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات إذا عجبكم محتوى القناة. في حلقة اليوم راح نتكلم عن أهم ما قام به لاعبينا الدوليين المحترفين، يعني هذه الحلقة اللي غابت ممكن لفترة طويلة راح نرجعها إن شاء الله تدريجيا. نتكلم عن أهم ما قام به لاعبينا يعني خلال هذا الأسبوع ومباشرة بعد التوقف الدولي. تعرفوا بأنه بيتكوفيتش خاطب اللاعبين نتاعو بعد التربص مباشرة بعد مباراة ليبيريا، قال لهم كاش سماح اللي يحب يلعب مع المنتخب الوطني لازم يلعب دقائق أكثر وأكبر مع الأندية نتاعو. فما هي أحوال وأخبار لاعبينا؟ نبدأ من الدوري الفرنسي، يلا نبداو من الدوري الفرنسي. يوم امس تعرفوا بانه نادي ليون واجه نادي رام والتعادل هو اللي حسم المباراه بهدف مقابل هدف بهدف ريان يعني شرقي، وكان عنده يعني سجل هدف ممتاز جدا وادى مباراه روعه، مباراه في القمه، وكان رجل المباراه يعني من دون منازع. والاتحاديه اذا ما يعني سارعتش في جلب هذا اللاعب هو اكليوش راح يضيعوا منا صراحه، وهذا الشيء اللي ما نتمناش لانه لاعبين يعني اصحاب جوده عاليه وعاليه وعاليه جدا. واحد في التعليقات قال لي هل صحيح انت ضد قدوم اكليوش؟ لا يا اخي، اكليوش وشرقي يعني لاعبين مستوى عالي جدا. بن رحمه مستواه كان شويه يعني متوسط، وانا نشوف بانه بن رحمه ماهوش يعني يستغل في الفرصه نتاعو كما ينبغي. بن رحمه مره اخرى يعني المستوى تاعو يبقى متذبذب شويه لفوق شويه لتحت، لكن يا بن رحمه في المستوى العالي هكذا ما تقدرش تروح بعيد، وراح تعاود يعني ترجع الى نقطه الصفر ويحصل لك واش حصل في وست هام. اذا بن رحمه لعب 79 دقيقه، هو لعب كاساسي، حاجه مليحه يعني شيء مليح. ليون عاود رجع يعني مقارنه ببدايه الموسم. بن رحمه كل الدقائق يلعبها فهي اضافه ليه، المدرب راح يعطي لك في دقائق باش تثبت نفسك، لكن انا اشوف بانه صراحه بن رحمه ما راحش يستغل في هذه الدقائق كما ينبغي. نبقاو في فرنسا. اليوم كانت القمة بين ليل وران. القمة بالنسبة لنا احنا كان اللاعب غويري اخيرا يرجع اساسي مع المدرب سان باولي. انا ظنيت خير في هذا المدرب الارجنتيني، والحمد لله راه عطى غويري يعني اليوم دقائق، وخرجوا في الدقيقة 79 يعني لعب تقريبا 80 دقيقة. المهم ادخل اساسي، فريق ران انهزم امام زملاء ماندي اليوم اللي ادى مباراه في القمه، مباراه ممتازه جدا كظهير ايمن. يعني اصحاب البلاطوهات اللي ينتقدوا بيتكوفيتش لانه يلعب ماندي كظهير ايمن، هو مدرب ليل او يلعب في ماندي كظهير ايمن، وهو يحتل المركز الرابع في الدوري الالماني بعد موناكو مارسي وباريس سان جيرمان، يعني ما كاش نقاط كبيره بيناتهم كثير. اذا نادي ليل يقضي في بدايه موسم ممتازه جدا، ماندي راهو رجع كلاعب اساسي وكظهير ايمن، اذا عادي جدا النادي نتاعو راهو يلعبو ظهير ايمن، وهذا الشيء مليح للاعب باش يعطيلو يعني تعدد في المناصب وكذلك في الخصوصيات. وماندي الناس اللي يقول لك راه كبير ولازم يحتزلها، راه يقدم مباريات ممتازه جدا مع النادي نتاعو. وما نرجعوش نتكلمو من دار وجديد على خصائص ماندي اللي فاز كما قلت في يعني مباراته في انتظار مباراة دوري أبطال أوروبا اللي راه متألق فيها نادي صراحة، فاز على الريال على الأتليتيكو وتعادل مع اليوفي. نغادروا فرنسا نروحوا لألمانيا، لكن قبل ما نروحوا لألمانيا خلينا نروحوا نضربوا طلة في هولندا، يعني وإحنا في طريقنا رايحين للألمان نحطوا الرحال في هولندا ونادي فاينورد روتردام. لاعبين زروقي وكذلك حاج موسى مرة أخرى أساسيين وحاسمين، بون ماهوش حاسمين يعني زروقي نعم حاسم أو عفوا حاج موسى حاسم، وسجل الهدف الثاني للفريق نتاعو ضد نادي إرنفين. يعني فاز فريق فاينورد روتردام بثلاث أهداف مقابل صفر. حاج موسى كان رجل المباراة وأدى مباراة في القمة ويثبت نفسه مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث على التوالي، أدخل احتياطي في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي سالسبورغ النمساوي وسجل هدف. كذلك لعب لقاء أساسي في المباراة الماضية في الدوري الهولندي وسجل هدف، واليوم أمس ضد نادي إرنفين يسجل هدف. وزروقي كذلك لعب مباراة كاملة يعني وأدى مباراة جيدة جدا، ونشوف أنه خط وسط فاينورد روتردام
اخيرا حكم المعالم نتاعو وحكم التوازن نتاعو بعوده زروقي كلاعب اساسي. صراحه زروقي عنده خصائص، هو الاخر ما راحش نتكلم عليه كيما ماندي، رانا تكلمنا ويعني وتكلمنا كثير، والناس اللي راه يقول لك مش لاعب تاع كره قدم، السيد راه يلعب في فاينورد. ونذكر ونعاود وناكد انه مدرب ليفربول اللي تقريبا حسم الدوري الانجليزي من 10 جولات ولا 12 جوله، هو اللي جاب شكون؟ هو اللي جاب زروقي. واليكم الخط. انا ماشي نقول زروقي افضل لاعب في العالم ولا افضل خط وسط في العالم، لا، زروقي ينتقد، وانا نقول انا راني نقول بانه كاين افضل منه في خط الوسط، لكن باش تحتقروا اللاعب وتتنمروا على اللاعب سمحوا لي، هذه قلة تربية وقلة أخلاق. أنا نتكلم على الناس أصحاب البلاطوهات، وممكن منهم ما لعبوش حتى في المستوى اللي يلعب فيه زروقي وما حلموش أصلا باش يلعبوا فيه. إذا نخلو الدوري الهولندي ونعاودوا نكملوا الرحلة نتاعنا باش نوصلوا إلى ألمانيا، إلى فولسبورغ، مدينة الذئاب. نادي فولسبورغ فاز بهدف مقابل صفر أمام يونيون برلين، الفريق الثاني لمدينة برلين. اذا عمورا لعب هو الاخر تقريبا 80 دقيقه، ما سجلش ما مررش، لكن كان عنده تحركات، كان عنده تمريرات مفتاحيه، كان عنده يعني تدخلات حتى دفاعيه، واسترجع عده كرات، لانه المانيا تعرفوا انه لازم يكون عندك حضور بدني طيله اللقاء، ولما الباتري تولي تكمل تخرج. وعمورا خرج في الدقيقه يعني الدقيقه 79، ويعني نادي فولسبورغ يحقق الاهم والمهم ويفوز بهدف مقابل صفر. نروح نضربوا طلع على بن سبعيني. بن سبعيني نورمالمون نبداو به لانه اليوم هو عريس هذه الحلقه، رامي بن سبعيني. انا تكلمت في المره الاخيره قلت يا بن سبعيني اذا راك حاب تكون اساسي مع دورتموند وتقنع مدير الفني لدورتموند والمدرب نوري شاهين والجمهور تاع دورتموند لازم تكون حاسب، ما كاش حل واحد اخر يا بن سبعيني، راك في نادي سموه دورتموند لازم تكون حاسم هجوميا، وهذا الشيء اللي حصل. بن سبعيني وصل التالق نتاعو، واليوم او يوم امس، نعم يوم امس، تمريرتين حاسمتين في فوز بوروسيا دورتموند يوم امس امام نادي فرايبورغ. نادي فرايبورغ مش نادي سهله، ما تستهينوش به. دورتموند يعاود يرجع من بعيد، ونوري شاهين اول مدرب في تاريخ دورتموند يفوز بثمن اول ثمان مباريات في استادو، يعني بالبوكال، بالدوري الالماني، وكذلك بدوري ابطال اوروبا، ونقولوا يعني صوره اللي بدا بها يعني شويه متذبذبه خاصه في الدوري. هو يحتل المراكز الاولى في دوري ابطال اوروبا، ويحتل الان المركز الخامس في الدوري الالماني، لكن راه راجع وراه الان قريب من ليفركوزن، من شتوتغارت، كذلك من نادي بون بايرن راه بعيد وبتاعت كثيرا، من نادي لايبزيغ. اذا بالتوفيق لنادي بوروسيا دورتموند في حصد المراكز الخمسه الاولى، ولما لا يكون وصيف في الدوري الالماني. وبن سبعيني قلت الان دار نقاط نفسه واستغل كما ينبغي اصابه المدافعين، كان عندهم اصابه شلوتبرغ وكذلك سولو وحتى يان كوتو رجع دخل في الدقائق الاخيره، سولو مازال مصاب، وشلوتبرغ رجع اليوم ولعب في الدفاع مع فالديمير أنطوان. وبالتالي بن سبعيني استغل كما ينبغي. هكذا يا بن سبعيني نعطوك حقك ونقول لك الان راك اثبت نفسك في النادي بوروسيا دورتموند بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نروح الآن إلى للأسف معاناة مرة أخرى لشايبي، دائما مع أينتراخت فرانكفورت اللي استقبل نادي فيردر بريمن، فاز بهدف مقابل صفر، وراه هو الوصيف تاع الدوري الألماني، ما ذكرتوش اللي ذكرت دورتموند، راه هو صاحب المركز الثاني بعد هزيمة نادي لايبزيغ المفاجئة في هذه الجولة. إذا أينتراخت فرانكفورت يصعد إلى المركز الثاني وينفرد بالوصافة. شايبي شفناه دخل في الدقيقة 81 مكان جودزو للأسف لإراحة اللاعبين يعني للاتحاد الأوروبي لنادي أينتراخت فرانكفورت، لكن معليش. المهم شايبي في وقت ما كان خارج القائمة، الآن رجع احتياطي، راه يدخل بشوية بشوية ويضمن مكانته. وقلت بأنه شايبي من الصعب جدا أنه ينافس إيكيتيكي ومرموش، لأنهم صراحة هاربين عليه كثير فنيا وبدنيا، لذلك نتمنى أنه يعاود يرجع مدرب توب مولر إلى خطة ثلاث مهاجمين ونشوفه شايبي يلعب، لأنه خطة الأربعة الأربعة اثنين ضرت كثير بشايبي. المهاجمين راهم واضحين، هما إيكيتيكي وكذلك مرموش، والوسط راهو كاين نوك نوف، كذلك كاين اللاعب غودزا، وبالتالي من الصعب أننا نشوف شايبي أساسي في هذه الفترة، لكن نتمنى أنه يرجع.
بهذه الطريقة يا شايبي ماك راح ترجع إلى المنتخب الوطني صراحة، ونتمنى لك التوفيق. نخلو ألمانيا نروحوا مباشرة، ولا قبل ما نروحوا لألمانيا صبروا صبروا وينكم رايحين، البوبون نتاعنا مازا نسيناه، يعني الجوهرة نتاعنا الصغير مازا في البوندسليغا سفاي في الدرجة الثانية، رانا تكلمنا عليه في فيديو وحده صراحة، ويستحق، سجل هدف رائع ورائع ورائع جدا. هيرتا برلين يحتل المركز 11، فاز على نادي أولم اللي يحتل المركز 16. المهم انه اللاعب نتاعنا كان افضل لاعب في المباراه، رجل المباراه وسجل، ونتمنى له التوفيق في قادم الجولات، وان شاء الله في الميركاتو الشتوي لما لا يروح، لانه هيرتا برلين راهي عنده ازمه ماليه خانقه جدا، ويحاول انه يحصل الاموال. واخر الاصدار تقول انه اذا جاء عرض ب 25 مليون اورو ممكن يتم تسريح اللاعب، ان شاء الله فقط يبقى في المانيا، ما رانيش حبه يروح الى انجلترا ولا يعني اسبانيا، ما زال الوقت مبكر، وممكن جدا اللاعب يرجع في مستوى كثير. شفت عده لاعبين، انا نتبع كثير اللاعبين والمواهب تاع الدوري الالماني، لما يروحوا الى انجلترا صراحه كنشوفوا كان واحد الموهبه خارقه جدا، راني نقول لكم خارقه جدا. شفتوا فيرتس تاع ليفركوزن، انا اللي نشوفه حاليا افضل موهبه في العالم، راه قعد في ليفركوزن كثير وكون خرج من قبل ممكن ما نشوفوش هذا اللاعب. الان راه نضج اللاعبين الالمان لازم ينضجوا في بلادهم، لازم منهم ينضجوا في بلادهم، عندهم مشكل ما على باليش فواش كون يخرجوا، كيما الحوتة تخرج من ما تموت، لازم اللاعب يخرج ناضج، كيما كروس راح ريال مدريد كلاعب ناضج، اوزيل راح الى ارسنال كلاعب ناضج، لكن لانه مش لاعب منضبط راح ردها في الموسم تاعو. لذلك كاين لاعب اخر يسموه جرودا، هذا جرودا كان يلعب اذا ما خانتنيش الذاكره نتاعي، كان يلعب على ماينز على ما اعتقد، راح الى برايتون. انت ان شاء الله فقط يرجع، لانه المدرب تاع برايتون اللي نشوفه حاليا افضل مدرب في الدوري الانجليزي، يقدم واحد المستوى رائع جدا، نتمنى انه يساعده، نتمنى انه يعطي له فرصه، ونشوف اذا شاف انه يستحق فرصه يعطي له. لذلك انا نتمنى انه مازا يقعد في المانيا، يا مازا اقعد في المانيا، اقعد في المانيا، ارجوك اقعد في المانيا، لانه صعيب كثير تدخل بالبيئه الالمانيه وبيئه الدول الاوروبيه الاخرى تختلف كثير. نتمنى انه يزيد يتطور في المانيا، ينضج في المانيا، وبعدها يروح في اي فريق يحب يلعب فيه، لانه اللاعب الموهبه يقدر يطفى بوطونه واحده ستراك راح، هذه لازم نعرفوها مليح، لانه اللاعب مازال ما نضجش. لذلك انا نقول لكم بالعقل على اولادنا، بالعقل خاصه العين كي تكلموا عليهم قولوا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله على كل لاعبينا. نروحوا على عجاله الى انجلترا ونختموا مع ايت نوري اللي قدم مباراه ممتازه ومميزه جدا، فازوا بالاربعه على نادي فولام في فولام، هو ما كانش حاسب ما سجلش ما مرش، لكن كان عنده صعود في اكثر من مره، كان عنده مساهمات في اكثر من مره، حتى انه كان عنده تسديدات. المدرب تاع النادي فولسبورغ اخيرا حرر اللعب، نعم بقى يلعب باربع مدافعين لكن يرجع يلعب بلاعبي ارتكاز، يلعب بالأربعة 4-2-3-1. هذه الطريقه اذا تفكروا لما تكلمت على بيتكوفيتش قلت بانه ايت نوري لازم تلعبوا في خطه ثلاث مدافعين 3-4-3 ولا 3-5-2، ولا تلعب ايت نوري كظهير ايسر في الخطط الاربع مدافعين، لكن لازم تلعب بلاعبي ارتكاز صريحين. حنا حتى الان ما عندنا حتى لاعب ارتكاز في المنتخب الوطني، لذلك من الصعب جدا انك تعتمد على ايت نوري كظهير ايسر، وبالتالي ايت نوري مازال يقدم في المستوى نتاعو الكبير، ان شاء الله في نهايه الموسم يروح الى نادي اكبر ان شاء الله لانه يستحق ذلك. ختمنا تكلمنا تقريبا على كل اللاعبين، نروحوا كذلك نتكلموا على محرز اللي سجل ضربة جزاء مع نادي الأهلي السعودي وفاز، يعني يوم أمس النادي نسيته اللي لعب ضده، اليوم كذلك عوار يسجل هدف الثاني وهدف الصدارة نادي العروبة أو نادي الفيحاء، نادي الفيحاء على ما أعتقد، سمحوا لي سماوات الأندية السعودية يعني تخربطوا لي، لكن عوار يسجل هدف الثاني هدف الصدارة، يعني لأول مرة ممكن منذ فترة طويلة أنه نادي سعودي يتصدر على حساب الهلال السعودي. نتمنى التوفيق للاتحاد السعودي ويفوزوا بالبطولة يعني بتواجد لاعبنا ونجمنا عوار. أحبتي بالتوفيق لكل لاعبينا، لازم تزيروا روحكم، تزيروا روحكم كثير. وقبل ما نختم، لأنه البعض كذلك يتكلم لي، سمحوا لي رانا في ربع ساعة، البعض تكلم وقال لي انه شيخه وراك تكره الشيخه، لا والله ماني نكره الشيخه يا جماعه، انني نتكلم منطق. اذا تتذكروا وتتفكروا اني في الفيديو هذا اللي سبق الفيديو هذا تكلمت فيه على اللاعب مازا، قلت بانه كاين لاعبين شبان راهم يلعبوا في الفريق الاول لازم مازا يكون حذو تاعهم ويلعب، لان البعض يقول لك مازال صغير، لا هما ما يؤمنوش بمازال صغير، يؤمنوا بالامكانيات،
وصدفه اليوم مازال او اليوم الشيخه ما لعبش، ما لعب حتى دقيقه صراحه في مباراه الدوري الدنماركي ضد نادي لونغبي، فاز فيه 2-1 بصعوبه وتصدر منفرد به يعني الدوري الدنماركي. شكون اللي سجلوا الهدف؟ روبرت اللي تكلمت لكم عليه في الفيديو اللي فات، قلت بانه كان زميله في فريق الشباب روبرت سجل هدف ودار تمريره حاسمه، كذلك اللاعب فورلهوت كان احتياطي ودخل وسجل، هذا كذلك في عمره 18 سنه كان مع الشيخه في الفريق الثاني الموسم الماضي وصعدوه وراه من ركائز الفريق، مرات فقط يجلس احتياط، لعب وسجل هدف. اذا الهدفين سجلوه لاعبين كانوا يلعبوا مع الشيخه في فريق اقل من 19 سنه، لذلك انا نقول بانه الشيخه لازم يزيد يخدم خاصه خدمه. انا راني نتكلم لبصحه اللاعب، انا قلت لكم ما نطبل حتى اللاعب، انا ما نضحكش على اللاعبين وما نضحكش على المشاهدين تاعي ونقول مره عندنا افضل موهبه واحسن لاعب في العالم قادم، لا، احسن لاعب بالارجل بالاقدام ماشي باللسان، الموهبه تبقى موهبه الى ان يثبت العكس. الان شيخه راهي موهبه مازال ما ثبتش نفسه مع فريقه الاول، والمنطق يقول لما تثبت نفسك مع النادي تاعك تجي للمنتخب. بصراحه ما نكره اللاعب، ما نحقد على اللاعب، يا الله غالب اسمحوا لي حملوني مانيش عاطفي، ما نقدرش نكون عاطفي، ما نقدرش سبحان الله. اللاعب الشيخه الان ما قدرش يفرض مكانته وبالتالي ما عندوش مكان مع المنتخب الوطني. احبتي توقفوا عند هذا الحد، كما قلت لكم نتمنى التوفيق لكل لاعبينا واللي ما تكلمناش عليهم يسمحوا لنا، هذو هما يعني اللي الوقت كفانا اننا نتكلم عليهم، في حلقات قادمه نتكلم على لاعبين اكثر. احبتي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.